لسه داخل النادي الاسماعيلي وانباء ابتدت تظهر من الموسم اللي فات. كنا تابعنا عودة حسين السيد الظهير الايسر للنادي الاهلي، عودة مرة تانية للنادي الاهلي، وكان في انباء ان هو اللاعب عايز يكون بيشارك، عارف ان ممكن مشاركته مع النادي الاهلي لو مش هيتم الاعتماد عليا طب اطلع اعارة تانية، ولكن اعارة تانية تكون في خارج مصر لاندية خليجية بدلا من اندية محلية. اللاعب تم الابقاء عليه ضمن صفوف الفريق بعد انتهاء ميركاتو الصيف، ولكن الانباء دلوقتي اللي بتتكلم فيها الصحف والمواقع ان هو اقترب فعلا مسؤول النادي الاسماعيلي من التواصل الاتفاق مع نظرائهم بالنادي الاهلي من اجل ضم حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للمارد الاحمر خلال انتقالات شهر يناير اللي جاي. وبيرغب مجلس اداره الدراويش في تدعيم الجبهه اليسرى للفريق الكروي الاول ليصبح حسين السيد الهدف الاول للاسماعيلي، خاصه في ظل عدم الاعتماد عليه داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي. عنده في المركز ده علي معلول، محمود وحيد أيضا من العناصر اللي بيتم الاعتماد عليهم من قبل الجهاز الفني في مركز الباك ليفت. كمان امبارح كابتن صبري منياوي كان بيأكد ولما سألناه انت ممكن تكون ايه المراكز اللي انتوا شايفينها بعد ظهوركم في الموسم دوت سواء محليا او على صعيد البطولة العربية حابين تدعموا فيها، فاتكلم على مركز الباك ليفت وايضا اتكلم على مركز الاسترايكر الصريح. فمن المتوقع ان يكون في الوقت الحالي تواصل مع عناصر مختلفه علشان يتم ملء هذه الثغرات الفنيه من وجهه نظر اكيد المدير الفني السربي ميودراج وجهازه المعاون للدراويش في الوقت الحالي. هنشوف ان شاء الله الصفقه دي ممكن توصل لحد فين.